اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. النهاردة هنعرض لكم اهم الاحداث والاخبار اللي حصلت على مدار اليوم، ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. اول خبر معنا من موقع روسيا اليوم بيتكلم عن اصابة 2 فلسطينيين برصاص اسرائيلي في نابلس وبيت لحم، والموضوع حاصل من شوية. أصيب 3 فلسطينيين النهاردة برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز عسكري في جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على عربية كان جواها 3 فلسطينيين قرب حاجز اسمه حوارة، ده أدى لإصابتهم. مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض تسليم المصاب الثالث، اللي هما كانوا 3 في العربية، 2 راحوا المستشفى والثالث معاهم وتم احتجازه. في الوقت نفسه أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي. من الواضح أن الأوضاع في فلسطين لا تطمئن، ومن الواضح أن الموضوع هيبقى فيه تصعيد. برضو من المواضيع المهمة اللي حابين نتكلم عنها النهاردة، بايدن بيطلب من الكونغرس تمديد طوارئ لبنان وتحذير من مسيرات إيران. خبر لسه نازل من حوالي ساعة على الموقع العربية، على أساس أن دولة لبنان تتحط تحت العين لأنها بتساعد إيران أو إيران بتساعدها في نقل المسيرات بتاعتها لليمن. الخبر زي ما انتم شايفين نازل على موقع العربية بيقول ان الرئيس الامريكي جو بايدن وجه رسالة لقيادات الكونغرس الامريكي شدد فيها ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان. واوضح بايدن ان بعض الانشطة اللي موجودة حاليا زي مثلا عمليات نقل الاسلحة مستمر من ايران لحزب الله، وده بيعمل على تقويض سيادة لبنان. يعني هم شايفين ان حزب الله بيخلي سيادة لبنان ملهاش أي لازمة، وأن السيادة الأكثر هي الحزب الله نفسه. وقال أن تلك العمليات بتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، كمان بتشكل تهديد على المستوى الوطني، كما تقوض أمن الولايات المتحدة الوطني، أمنها في طبعا في حماية الدول الحلفاء ليها. وفي السياق أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن نقل إيران للمسيرات المتطورة أو الدرونز أو ما تسميه بالطيارات بدون طيار إلى وكلاء إرهابيين، هو كده بيوصف حزب الله بأن هم إرهابيين وفاعلين خبيثين من لبنان إلى اليمن، يقوض الأمن الوطني للولايات المتحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط. وأضاف أنه حاليا بيحاول يعمل قانون مفاده هو وقف الطيارات الإيرانية المسيرة، وده هيمنع انتشار الطيارات بدون طيار الإيرانية الخطيرة، يعني تعتبر تجارة مشبوهة. يعني حتى إيران نفسها ما تقدرش أنها تستخدم السلاح ده أو تصدره حتى بطريقة شرعية لأي حد، فده برضو خبر مهم. على نفس الموقع، موقع العربية، بالنسبة لدولة سوريا النهاردة العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في منبش. اللي حصل النهاردة ان السلطات المحلية التابعة للإدارة الذاتية الكردية اعلنت اليوم العثور على مقبرة جماعية في شمال سوريا بتضم عشرات الجثث، التي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصحابها قد قتلوا على أيدي تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة. والمصدر من مجلس منبج المدني الذي يتولى إدارة المدينة الواقعة في محافظة حلب لوكالة فرانس بريس رافضا الكشف عن اسمه، أنه بيخاف طبعا، أن هم عثروا 29 جثة بينهم 6 وطفلين في مقبرة جماعية. وتقع المقبرة وفق المصدر قرب فندق في وسط منبش حوله التنظيم سجن خلال سيطرته على المدينة بين عامي 2014 و2016. طب هتقولولي عرفوا ازاي المقبرة وازاي اكتشفوها؟ الموضوع ببساطة ان في الوقت ده كانوا بيعملوا عمليات اشغال في الصرف الصحي قرب الفندق وبيجددوه، وفق بيان عسكري من المجلس منبج العسكري. وهم بيعملوا لقوا بواقي جثث وهيكل عظمي وملابس، ولقوا بعض الجثث كمان مكبلة الايدي،
ورجح المصدر انها بتعود لجثث لاشخاص اختطفهم التنظيم واعتقلهم بعد سيطرته على المدينة. دي طبعا حاجة مأساوية جدا، تم العثور عليهم زي ما انتم شايفين بالصدفة وهم بيرمموا الفندق وبيعملوا اعمال في الصرف الصحي. من الاخبار المهمه بقى اللي بتخص دوله المغرب الشقيق، كان في تقرير النهارده عن هيومن ووتش بيعيب على المغرب بانهم ما بيمشوش تبع حقوق الانسان، وان هم بيعاملوا المساجين معامله سيئه وفي تعذيب وهكذا. فالحقيقه قال مصطفى بياتس ده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومه والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومه، المهم الراجل قال ايه، ان الوثيقه اللي اصدرتها منظمه الهيومن رايتس ووتش حول المغرب اليوم الخميس 28 يوليو الجاري اقل ما يمكن ان يقال عنها انها اساءه واضحه استخدمتها بلغه غير مقبوله وغير حقيقيه ضد المغرب. وقال كمان لا تعد ان تكون تجميعا لجمله من الادعاءات على الوثيقه دي يعني التي ألفت هذه المنظمة استعمالها ضد المغرب. يعني كل الكلام أو الادعاءات الموجودة عبارة عن تجميعة احنا متعودين على طول المنظمة دي تستعملها ضد المغرب. طيب السؤال اللي عايزين نسأله، طيب ايه هدف الهيومن رايتس بانها تتهم المغرب بهذه الاتهامات؟ رد الراجل وقال او المتحدث الرسمي بان القصد او الهدف من ده كله هو تأليب بعض شركاء المملكة المغربية ضده، معتبرا ان هذا النهج العدائي بيهدف الى النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا. انا سايبة التعليق لحضراتكم لانكم طبعا الاكثر معرفة بشؤون بلدكم، خصوصا اخوات المغرب يقدروا يعلقوا براحتهم حوالين الموضوع مع ولا ضد التقرير اللي صدر ضدهم النهاردة من هيومن رايتس. برضو موقع سكاي نيوز بالنسبة للجزائر قال ان حصل اتفاق النهاردة بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، دي دول افريقية، عشان يعملوا خط غاز عابر للصحراء علشان يمدوا اوروبا بالغاز، وده مشروع جديد تم الاتفاق عليه. وقعت الجزائر النهاردة مذكرة تفاهم اليوم الخميس مع نيجيريا والنيجر لمد خط انابيب غاز طبيعي عابر للصحراء، ده بهدف ان هما هي تعزيز صادرات الغاز لأوروبا. وقال وزير الطاقة الجزائري بعد مراسم التوقيع أن الدول الثلاثة هتوصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت، والدول الثلاثة أصلا كانوا متفقين على المشروع من شهر 6 ولكن النهاردة كان الإمضاء الرسمي. ده بيمثل فرصة طبعا لأوروبا علشان تنوع مصادرها بالغاز وما تكونش روسيا هي المحتكر الأساسي. وتقدر تكلفة المشروع ب 13 مليار دولار، وهيتنقل من خلاله 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا، ومن المخطط أن يمتد خط الأنابيب لمسافة 4000 كيلو اللي هي الأنابيب الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ من واري أو وراي في نيجيريا لينتهي في حاس الرمل في الجزائر، حتى لغاية ما تتوصل بقى بخطوط أنابيب اللي هي موجودة أصلا لتوصيل الغاز لأوروبا اللي عاملينها تقريبا من الجزائر تقريبا لأسبانيا. ده برضو المشروع اللي موجود، ولو في أي غلط يا ريت تصححولي عشان أنا مش فاكرة بالظبط خط الغاز من الجزائر بيوصل لأسبانيا ولا بيوصل لأنهي دولة بالظبط. كمان على سكاي نيوز النهاردة كنا اتكلمنا عن فيضانات امريكا، وده اخر تحديث لسه نازل من ساعتين عن هذه الفيضانات اللي وصفت بالمدمرة والمميتة على حد قوله. قتل فيضان بكنتاكي الامريكية والسلطات تخشى الاسوأ، ان الموضوع لسه ما انتهاش بل على العكس هيكون اسوأ. لقى 8 اشخاص على الاقل حتفهم في اعقاب هطول امطار غزيرة تسببت بفيضانات رهيبة يوم الخميس في شرق ولاية كنتاكي الامريكية، حسبما اعلن حاكم الولاية الذي يخشى ارتفاع حصيلة الضحايا. اتحدث الحاكم اندي بشير عن اسوأ فيضانات في التاريخ الحديث، ده على حسب قوله، ووصف الفيضانات دي بالمدمرة والمميتة، فما ظل عدد المفقودين غير معروف، يعني حتى ما يعرفوش الناس اللي مفقودة قد ايه. وسط توقعات بهطول امطار غزيرة حتى الجمعة النهاردة. واضاف الحاكم في الوقت الحالي اعتقد انني استطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، ولكن الرقم ده بيتزايد كل ساعة، وبتوقع ان يكون اجمالي عدد القتلى مكون من رقمين. يعني الراجل مش عايز
يعني يتشائم، ولكن من الواضح ان الوضع سيء. وفي منطقة جاكسون لوحدها تحولت بعض الطرق لأنهار مع وجود سيارات متروكة في كل مكان، العربيات كلها اتبهدلت وكل حاجة باظت. في ظل هذه الظروف لجأ كثيرون من السكان للأسطح منازلهم بانتظار حد يجي ينقذهم. وقال حاكم ولاية كنتاكي في وقت متقدم بعد ظهر الخميس لقناة تلفزيونية محلية إن لغاية دلوقتي قدروا يعملوا إجلاء ما بين 20 لـ30 واحد عن طريق الجو، وتجمع في أجزاء من ولاية كنتاكي حوالي 20 سنتيمتر من مياه الأمطار في حوالي 24 ساعة فقط، ولسه المطر شغال عندهم لغاية يوم الجمعة بالليل، وهم حاليا بيتأهبوا في مواجهة الفيضانات. وأعلن الحاكم الديمقراطي حل الطوارئ في عدد من المقاطعات، وتم نشر 4 مروحيات تبع للحرس الوطني إضافة لقوارب مطاطية للمساعدة في عمليات الإغاثة. وبالقرب من جاكسون عمل رجال أنقاذ على إجلاء سكان ارتدوا سترات نجاة في قارب صغير. الموضوع صعب جدا، وبيقول الحاكم إن أعداد المفقودين غير معروف لأننا ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى أماكن معينة بسبب التيارات القوية، يعني حتى مش قادرين يوصلوا للناس عشان ينقذوهم. الموضوع أوحش مما تتخيلوا. قال إن مئات الأشخاص هيفقدوا منازلهم، وهيكون ده حدث مش هيتطلب شهور بس، بل ربما سنوات علشان تتمكن العائلات من إعادة البناء والتعافي. وقال كمان النهاردة كان في 25,000 شخص كانوا بلا كهرباء، وكمان بعضهم بلا مية في الولاية. الموضوع صعب جدا جدا فوق ما تتخيله، حاجة كده شبيهة اللي حصل في الإمارات وممكن أزيد. وكمان من الأخبار اللي نزع موقع سكاي نيوز خطة ما بين روسيا وأمريكا في تبادل السجناء، بس لسه ما اتفقوش عليها قوي، ولكن الخطة كانت في ان هم يحاولوا يرجعوا 2 أمريكان بيقولوا ان هم اتمسكوا ظلم في روسيا، والمفروض ان التبادل هيكون مع مهرب اسمه فيكتور بوت، مهرب أسلحة روسي كان محكوم عليه بالسجن 25 سنة في أمريكا. هيحصل تبادل ما بين المسجون ده وما بين 2 أمريكان اسمهم بول ويلان وبريتني جرينر. ولغاية دلوقتي وزارة الخارجية في روسيا أعلنت النهاردة وأكدت إن المحادثات لسه شغالة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. بالنسبة لبوابة نيوز في خبر برضو مهم النهاردة، استراليا رفعت حالة الطوارئ وبتحذر من خطورة جدر القرود على البلاد بسبب انتشاره، ولقوا أعداد كبيرة في استراليا، 44 حالة إصابة بجدري معظمها لمسافرين عائدين للبلاد، والكلام ده من قريب يعني 44 حالة في أسبوع ولا حاجة لقوهم. ورصد العالم لغاية دلوقتي حوالي 20,311 إصابة بجدر القردة حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض. آخر خبر معانا في اليوم السابع، ارتفاع حصيلة ضحايا تناول كحوليات فاسدة بغرب الهند 142 شخص، وده عدد كبير. أعلنت الشرطة في الهند ارتفاع حصيلة ضحايا تناول كحوليات فاسدة بولاية جوجرات وغرب الهند 42 قتيل على الأقل، وفي 100 مصاب منهم 2 في حالة حرجة. وقال شرطيون في منطقتين اسمها أحمد أباد وبوتات اللي بيحظر فيها أصلا بيع واستهلاك الكحوليات إن هم لقوا 42 شخص ماتوا بسبب إن هم شربوا كحوليات فزة معمولة تحت السلم. فالموضوع للأسف عندهم أصلا معروف، لأن لقوا في الكحوليات دي مادة الميثانول بس اللي بتستخدم في الصناعة مش بتستخدم في الشرب، فده اللي خلاهم يموتوا يعني. موضحا ان 97 شخص نقل للمستشفى لتلقي العلاج بينهم 2 في حالة حرجة. والموضوع صعب جدا، وبس مش اول مرة يحصل في الهند. في 2019 لقي اكثر من 150 شخص مصرعهم في حادث مماثل في ولاية اثام الشمالية الشرقية، معظمهم من عمال مزارع الشاي. بكده نكون انتهينا، شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، تعملوا لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس.